كان معنا في نشرة سابقة من الرباط الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. من الواضح أننا أمام فيلم تحريضي تم إنتاجه من طرف جهات معينة. هذا الفيلم بمعنى أنه يستعمل كورقة من أوراق الحرب المعلنة ضد المغرب إذا حاولنا أن نربط ما يجري اليوم بسياق وينطلق طيلة الشهور الماضية. ورقة حرب يستعمل فيها برنامج معلوماتي هو يثير نقاش عالمي منذ سنوات. حرب تستهدف أولا صورة المغرب الخارجية وتستهدف مؤسسات مغربية داخلية. لكي نفهم جيدا ما يجري نحاول أن ننطلق أولا من الجهات التي روجت لهذه الحملة التحريضية. ثلاث جهات أذكرها هنا: فورد بيزن ستوريز، وهي من يقرأ طاقمها سيجد بأن هذا الطاقم مشكل من العديد من الألمان، أركز على هذه النقطة، وأيضا التمويل هو ألماني. ثم موقع ميديا بارت، المسؤول عن الموقع المدير هو فرنسي ولكن أصوله بمعنى أنه أصوله ضاربة في العمق الجزائري، ننتبه إلى هذه النقطة، ويروج للعديد من الأساطير الجزائرية منذ سنوات ويهاجم المغرب. ثم هناك الطرف الثالث الذي هو منظمة العفو الدولية، وأشير هنا إلى مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسؤولته التي كان لها الكثير من الانتقادات والتحريض ضد المغرب منذ شهور. يضاف إلى ذلك مجموعة من الصحف والجرائد ذات التوجه اليساري، أشكر على هذه النقطة. ثانيا هناك مسألة أخرى، الذي اختار هذا الفيلم سقط في العديد من التناقضات كثيرة. أولا هناك اتهام بدون دليل، واختيار المغرب بمعنى لاتهامه وسط مجموعة كبيرة من الحكومات ذكرت، بمعنى أن المسألة هي عالمية هذا الفيلم، وتم اختيار التركيز على المغرب، ولاحظنا هذه الحملة الإعلامية بهذا الشكل الذي تستهدف المغرب. أيضا أن إذا كان مدير الشركة صاحبة البرنامج يقول بأن هذا البرنامج الذي هو نظام معلوماتي للتصنت لا يتجاوز، حسب المدير الشركة التي أنتجت، لا يتجاوز مثلا إمكانية التصنت على 100 شخص أو مؤسسة في السنة، وتأتي هذه الجهات الإعلامية وتقول بخمسين ألف هاتف، بمعنى أننا نحتاج إلى 500 سنة، وهذا أعتقد من التناقضات الكبيرة التي سقط فيها الذين يروجون. أيضا مسألة ثالثة ظاهرة غريبة في هذه الحملة، وهو أن هناك توجيه اتهام للمغرب بدون إثبات في مجال يحتاج إلى التحقيق الجنائي الرقمي من طرف خبراء وليس صحفيين أو من يزعم أنهم حقوقيين.